تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد السر العلني الذي كشفه جون كيري. جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال جملة في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة، وقالها أيضا بمنتهى الوضوح، قال أمريكا تغزو العالم بقيمها، وده كلام في الصميم. وكلمة قيم بالنسبة لجون كيري إن دي قيم إيجابية عليا وأخلاقية عليا، إنما ده كلام بيختلف عليه إذا كانت القيم الأمريكية هي الأفضل أو هي الأسوأ في العالم. إنما في كل الأحوال هناك قيم أمريكية أو نموذج للحياة في أمريكا أو رؤية للعالم بموجب الثقافة الأمريكية والمبادئ الأمريكية. شوف الكلمة اللي استخدمها جون كيري، أمريكا تغزو العالم، مش تتواجد في العالم أو أصبحت محبوبة في العالم أو منتشرة أو مقبولة، لا، أمريكا تغزو العالم بقيمها. ده الغزو بالثقافة، الغزو بالفن، الغزو بنمط الحياة، الغزو بطريقة الحياة ورؤية الشعب أو الدولة دي للحياة. هذا الغزو اللي هو الغزو بالقوة الناعمة، إذا لخصنا كل اللي فات في جملة واحدة، الغزو بالقوة الناعمة. فالقوة الناعمة دلوقتي بقت في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، وجون كيري استخدم ده مع مفهوم الغزو وغزو العالم، مش بس غزو دولة. غزو دولة عايز جيش واقتصاد وموارد وناس هتموت وناس هتصاب عشان دولة تغزو دولة، أيا كان ضعف الدولة اللي الدولة الكبرى بتقوم بغزوها. إنما الغزو بالقوة الناعمة فيهوش أي تكلفة، وهو قاعد هناك في هوليود ولا في سي إن إن ولا في نيويورك تايمز يقدر يغزو العالم وهو قاعد مكانه بالقوة الناعمة، بالثقافة، بالفن، بتسريب نمط الحياة إن ده نمط الحياة الأحسن، بتسويق النموذج الأمريكي. فجون كيري كان بيتكلم على الصين وعلى روسيا وقال إن هما ما يقدروش يغزو العالم لأن ما عندهمش القدرة زي أمريكا في أن تغزو العالم بقيمها. ده درس مذهل في أهمية القوة الناعمة، وإن أمريكا بتعترف إن القوة الناعمة مش لمجرد القيام بدور أو مكانة، وإنما بغزو العالم. أمريكا تغزو العالم بالقوة الناعمة. اثنين، كيف تفوقت تركيا على مصر في معركة القوة الناعمة؟ احنا بقى كنا، كانت القاهرة عاصمة القوة الناعمة للشرق بكامله، مش للشرق الأوسط ولا العالم العربي فقط، إنما للشرق بكامله، على الأقل لإفريقيا، للشرق الأوسط، للعالم العربي وأجزاء كبرى من آسيا وحتى شرق أوروبا. لكن القاهرة اللي كانت عاصمة القوة الناعمة وكان عندها أقوى سينما وأقوى مسرح وأقوى دراما وأقوى إعلام وأقوى صحافة، كل ده تراجع. لا الإعلام المصري هو الأقوى، ولا المسلسلات المصرية هي الأفضل، ولا السينما المصرية هي الأهم، ولم تعد مصر دلوقتي في قوتها الناعمة السابقة. مسلسلات ركيكة ورديئة وبالكثير جدا تغزو السوق الاستهلاكي المصري، وصراع بين منتجين ومعلنين ومحطات على كلام فارغ محدود جدا محلي جدا. وكذلك السينما وكذلك باقي ركائز القوة الناعمة المصرية من فضائيات وصحف من برامج ومقالات، الكل تراجع والكل هبط، وأصبح مستوى القوة الناعمة في مصر في تراجع غير مسبوق. تركيا ما كانش عندها أي حاجة فيما يخص القوة الناعمة في العقود الأخيرة، لا سمعنا عن سينما تركية ولا سمعنا عن مسرح تركي ولا سمعنا عن مسلسلات تركية ولا صحافة تركية ولا ما إلى ذلك. الكل يأتي إلى القاهرة، هوليود الشرق أو مليود العالم. لكن دلوقتي تركيا سبقت مصر كثيرا، ويجب أن نعترف في مضمار القوة الناعمة. بي بي سي عملت تقارير على موقعها في منتهى الأهمية عن مدى تمدد الدراما
المسلسلات التركية في العالم. تخيل دلوقتي المسلسلات التركية حضرتك كام واحد بيشوفها في العالم؟ 400 مليون مشاهد. 400 مليون مشاهد في العالم بيشاهدوا المسلسلات التركية، نص مليار تقريبا. شوف النفوذ الطاغي المذهل اللي بقى للمسلسلات التركية. كانت المسلسلات التركية أول سنة تولى أردوغان 2004 كانت المسلسلات التركية بتبيع بكام بره؟ $10,000، يعني ولا حاجة، ولا تمن حلقة ولا ربع حلقة في مصر. $10,000 كل مسلسلات تركية 2004. 2015 تركيا باعت بكام؟ $250 مليون. تكلم على رقم كبير جدا، $250 مليون بالمقارنة $10,000. هم خططوا في عصر أردوغان للقوة الناعمة التركية ونجحوا، يجب أن نعترف. ما كانش حاجة اسمها مسلسلات تركي، وكان كل الإنتاج اللي بيصدر للخارج $10,000 دلوقتي بربع مليار دولار. والخطة 2023 يعني بعد مدة قليلة جدا هيبقى $1 مليار مسلسلات التركي في العالم، من ولا مشاهد إلى 400 مليون مشاهد. تقرير بي بي سي، المسلسلات التركي ترجمت إلى الأسبانية وإلى البرتغالية، فغزت تركيا أمريكا الجنوبية. يعني دلوقتي أي فنان تركي يروح أمريكا الجنوبية، يروح شيلي، الإكوادور، أرجنتين، البرازيل، يبقى سوبر ستار، معروف جدا. هل إحنا عندنا فنانين الكبار موجودين بهذه القوة في أمريكا اللاتينية؟ للأسف ولا في العالم العربي بقينا بالقوة السابقة لممثلها نجوم زي الأستاذ عادل إمام. ما بعد عادل إمام في تراجع كبير جدا في تمدد القوة الناعمة المصرية في كافة المجالات. لما ترجم مسلسلات التركي برتغالي وأسباني بقت المسلسلات هناك بتشاهد بقوة. الأرجنتين مثلا في مسلسل من الذي أو ما ذنب فاطمة جل، ده مسلسل تركي. الأرجنتين لما تعرض هذا المسلسل 12 مليون شافوا هذا المسلسل. في تشيلي في أمريكا الجنوبية مسلسل ألف ليلة وليلة التركي بأعلى مشاهدة على الإطلاق، ودلوقتي زي ما قلت لحضراتكم 400 مليون إنسان في العالم بيشوفوا المسلسلات التركي. لماذا؟ لما نحلل هذا الموضوع هنلاقي أسباب مختلفة. نمرة واحد، الدولة مصرة على أن القوة الناعمة لا تقل عن القوة الصلبة، وأن الدولة مسؤولة عن التخطيط العام للمسلسلات والأفلام. ده لا يترك لمنتجين ولا لشوية ناس بيتسلوا في السوق ولا ناس جاية تهزر وتمشي، إنما الدولة هي المسؤولة عن التخطيط العام والرؤية العامة. مش معناها الدولة تنتج كل شيء، إنما الدولة تنتج إلى جوار القطاع الخاص، لكن حتى القطاع الخاص لا يترك لأن يتسرب بالطريقة اللي شايفها اللي ممكن يدمر فيها القوة الناعمة والقوة الصلبة ويدمر سمعة ومكانة الدولة في الخارج. تركيا ما كانش فيها سياحة إلى هذا الحد، المسلسلات التركي هي اللي جابت السياح إلى تركيا. يبقى نمرة واحد الدولة. نمرة اتنين السياحة كجزء من الدولة، بس طبعا في شركات سياحة كبيرة جدا مستقلة أو قطاع خاص، دول اشتغلوا بقوة لدعم المسلسلات علشان تيجي السياحة إلى تركيا. نمرة ثلاثة الرومانسية، العالم في حالة جفاف فكري وإنساني وعاطفي، والمسلسلات الأمريكية والسينما الأمريكية وراها الجميع بقى كله أكشن وكله صراع وكله عنف وكله جريمة، فالناس بقى عندها اشتياق إلى عصر الرومانسية. فتركيا قدمت الرومانسية في ظل غياب الرومانسية في الإنتاج الأمريكي. والنقطة التالية العائلة، ما بنلاقيش العائلة حاضرة قوي في النمط الأمريكي للإنتاج، فبقت العائلة حاضرة بقوة، بيشوف أب وأم وأبناء وإخوة عم وأولاد خال، بيشوف فكرة العائلة موجودة بقوة في الدراما التركية. والعائلة مهمة جدا في آسيا، في إفريقيا، في أمريكا الجنوبية،
في أوروبا الشرقية، علشان كده قدرت تركيا تتمدد بفكرة العائلة في المسلسلات لدى العائلات في هذه البلدان. والنقطة التالية الكفاءة الفنية العليا، إخراج وتصوير وتمثيل مستوى عالي، مش ناس جاية تتسلى يومين ثلاثة أو وسطها يعرفوا حتى لهم بتمثلوا تاني يوم ويخرجوا تاني يوم وينتجوا تاني يوم، وأي كلام فارغ يبقى سيناريو وأي كلام فارغ في أي قاعدة يبقى نص. لا، هذا الأمر مش موجود، علشان كده الناس بتتابع 500,000 حول العالم بيتابعوا المسلسلات التركية. الرئيس أردوغان بيدعم بقوة في تركيا المسلسلات التركية حتى اللي هو معترض عليها، يعني مسلسل القرن العظيم اللي بيروي قصة السلطان سليمان القانوني اللي هو أهم سلطان في تاريخ الدولة العثمانية، الذي ترجم باسم حريم السلطان إنما اسمه الأصلي القرن العظيم. هذا المسلسل الرئيس أردوغان هجمه وقال إن السلطان ما كانش كده، قاعد طول الوقت مع حريم السلطان كما ظهر ويشرب الخمر وما إلى ذلك، قال ده كان على جواده طول الوقت بيحارب، وفعاد الدولة العثمانية تمددت جدا حول العالم. ده كلام أردوغان. أردوغان ممكن يكون مستاء من المضمون، إنما الفكرة العامة حتى مسلسل حريم السلطان وغيره، الفكرة العامة أدى إلى دخول تركيا إلى بيوت كتيرة جدا حول العالم. بعد كده هيتدخل أردوغان أو من يلي أردوغان في النصوص، وهيبدأ يوجه النصوص، بس المهم الأول تمتلك القلوب. بعد تمتلك القلوب تقدر تمتلك العقول، إنما أول شيء تمتلك الأفئدة، وهم نجحوا يمتلكوا الأفئدة في دول كتيرة جدا. والمرحلة الجاية بقى هي المشروع السياسي التركي موجود في المسلسلات التركية، بدأت منتشرة وناجحة حول العالم. ثلاثة، هل تنتصر أمريكا على روسيا في حرب النفط؟ في حرب نفط أدت في النهاية إلى تراجع سعر النفط، ولأن ده دخل رئيسي لروسيا فتراجعت روسيا اقتصاديا. CNN اتكلمت على الأزمة الاقتصادية في روسيا وعلى عجز الموازنة وعلى تراجع الاحتياطي. CNN بتقول إنه الصندوق الاحتياطي للدولة في روسيا اللي هو هدفه الرئيسي سد عجز الموازنة تراجع جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي هي نتيجة تراجع أسعار البترول. مثلا كان صندوق الدولة أو الصندوق الاحتياطي للدولة كان موجود فيه 90 مليار دولار نتيجة الأزمة، فأخذوا الروس من الصندوق وحطوا فيه عجز الموازنة عشان يسدوا عجز الموازنة، نزل بقى من كام؟ من 90 مليار إلى 32 مليار، يعني حوالي 60 مليار ضاعوا في السنتين اللي فاتوا علشان يتم سد عجز الموازنة. CNN تتوقع إنه 2017 نص 2017 هيبقى صفر، فيبقى روسيا خسرت الصندوق الاحتياطي للدولة بالكامل، كان 90 مليار 2014 يبقى صفر 2017، وده معناه نجاح أمريكا في العقوبات الاقتصادية وفي خفض سعر النفط من أجل إرهاق روسيا. طيب لما ينتهي هذا الصندوق روسيا هتعمل ايه؟ الموقع بيقول CNN انه الروس هيروحوا الى صندوق الرعاية الاجتماعية. صندوق الرعاية الاجتماعية ده موجود فيه 70 مليار دولار، لكن المفروض ده لأصحاب المعاشات، والمفروض من أجل استثمارات علشان دعم اللي محتاجين رعاية اجتماعية، إنما السبعين دول ممكن الروس يروحوا للسبعين مليار بعد ما يخلصوا التسعين مليار اللي كانوا موجودين في الصندوق الأولاني. إذن في تقارير اقتصادية أمريكية تتوقع إن في وضع صعب اقتصادي مقبل في روسيا، لكن محافظ البنك المركزي في روسيا بيقول كلام مختلف، إن في أزمة اقتصادية إنما في مؤشرات إيجابية. نمرة واحد، احتياطي النقد الأجنبي اللي هو بقى الكلي للدولة زاد، كان 370 مليار دولار سنة 2015، زاد 2016 ب 20 مليار فبقى 390 مليار، كان 370 بقى 390، إذا زاد احتياطي النقد الأجنبي ب 20 مليار دولار
في السنة اللي فاتت. اتنين، الديون اللي على روسيا أكتر من نص تريليون دولار، 500 وشوية مليار دولار، ديون حكومية وخاصة. إنما هذه الديون تراجعت وتم سداد أكتر من 80 مليار دولار السنة اللي فاتت. وهو بيقول محافظ البنك المركزي الروسي إن روسيا بتسعى إلى حزام أمان عشان يقدروا يسددوا الديون ويبقى في استقرار اقتصادي في البلاد. إذا الإعلام الأمريكي بيتكلم على أزمة اقتصادية شديدة وعلى انهيار صناديق اقتصادية في روسيا وعلى عجز الموازنة اللي ممكن يبقى فيه صعوبة في سده فيما بعد، لكن محافظ البنك المركزي الروسي بيتكلم على مؤشرات إيجابية وإن روسيا تقدر تستطيع أن تتجاوز المعضلات الاقتصادية التي تواجهها. أربعة، مثلث برمودا بين قنابل الميثان والمسيح الدجال. مثلث برمودا معروف لينا كلنا بالأساطير والخوف والرعب والفزع، هو أكتر مكان مرعب على وجه كوكب الأرض. يعني قلت لحضرتك كوكب الأرض كله، كرة الأرضية، لما تلفها كده قدامك إيه أكتر مكان مرعب ويخوف على مستوى كوكب الأرض؟ هو مثلث برمودا اللي موجود شرق أمريكا في المحيط الأطلنطي. ليه هذا المثلث مرعب؟ ويا ترى مساحته قد إيه؟ ويا ترى الكلام ده كلام جد ولا كلام فيه مبالغات؟ مثلث برمودا، أي طيارة تدخل مثلث برمودا، المنطقة دي منطقة في المية على الخريطة عشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لحضراتكم. المثلث ده هنا أدي أمريكا، هنا المحيط الأطلنطي، تيجي هنا فلوريدا، فلوريدا في شرق أمريكا، المثلث كده ده في المية بقى، هنا المحيط الأطلنطي ينزل كده، هو مثلث متساوي الأضلاع تقريبا، يبقى هنا فلوريدا، هنا بورتوريكو، عشان لو حد بيصيف في بورتوريكو ياخد باله لأن غلطة واحدة لنفس مثلث برمودا، هنا بورتوريكو وهنا برمودا. فالمثلث من فلوريدا ينزل كده على بورتوريكو وهنا الضلع الثاني في برمودا، ده المثلث. مساحة هذا المثلث قد ايه؟ ده مثلث مية، ده في المية، ده كله المحيط الأطلنطي، دي كلها أمواج وأماكن صعبة. المثلث بقى ده برمودا مساحته قد ايه؟ مساحته 1.3 مليون يعني كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة وتلت، مش مثلث شوية مية صغيرين ولا حمام سباحة، مش بيسين، ده قد مساحة مصر مرة وتلت، ده مثلث برمودا. أي حد بقى، أي طيارة تخش هذا المثلث تسقط، أي مركب يخش يسقط، أي سفينة عملاقة تسقط، حاملة بترول تسقط، أي حاجة أيا كانت، أيا كانت الطائرة وأيا كان طرازها أو مستواها وأيا كانت السفينة، تخش المية في المنطقة ديت تغرق على الفور أو تختفي على الفور ولا أثر، لا بتلاقي بقى لوح خشب طلع ولا بتلاقي بقايا طيارة ولا أي شيء. اللي يدخل هذا المثلث، مثلث الشيطان أو مثلث برمودا، لا يمكن إطلاقا أن يخرج. إيه اللي نبه العالم لهذا الموضوع؟ من القرن 19 تخش سفن ما تطلعش تاني، في القرن 20 الحرب العالمية الأولى شوية طيارات دخلوا، 19 طيارة تقريبا دخلوا مثلث برمودا ما خرجوش تاني، وإن أصلا ما فيش نداء استغاثة، بتلاقيش إن في أي حاجة حصلت، فجأة اختفى، مين هو، إيه اللي حصل، ما فيش، تروح بقى تدور عليه ولا تعرف توصل لأي شيء، واللي يروح يدور هو نفسه كمان بيختفي بعد كده، فأحسن له يقعد مكانه ويترحم على الناس اللي ماتوا في مثلث برمودا. سنة 45 نهاية الحرب العالمية الثانية كان في 5 طيارات أمريكية، 5 ورا بعض طالعين من شرق أمريكا وبعدين داخلوا مثلث برمودا، اختفوا 5 في ثانية، فين 5؟ انتهوا إلى الأبد، طلعت طيارات إنقاذ، طيارات الإنقاذ اللي طلعت فيهم طيارة دخلت بقى زيادة شوية مثلث برمودا علشان تنقذ، الطيارة اللي رايحة تنقذ اختفت مع 5 اللي كانت رايحة تنقذهم،
بقوا 6 طيارات و27 انسان عليهم اختفوا الى الابد. طيب ايه اللي بيحصل في مثلث برمودا علشان اي طياره او اي سفينه تدخل هذا المكان المرعب تختفي تماما؟ في تفسيرات مختلفه ونظريات مختلفه، فيها ما هو علمي وفيها ما هو ديني وفيها ما هو بين ذلك وذلك. النظرية الأولى إن مثلث برمودا فيه بيت إبليس، وطبعا دي نظرية ملهاش أساس علمي، إنما البعض بيروج إلى إنه إبليس يسكن في مثلث برمودا، وأي حد يقرب من إبليس أو الشيطان بيلاقي نفسه انتهى تماما، علشان كده بيسمى مثلث الشيطان. إنما هذه النظرية لا تخضع للعلم. النظرية الثانية، البعض بدأ يقول، بعض فقهاء المسلمين لكن الضعاف مش فقهاء مهمين، بدأوا يتكلموا إن المسيح الدجال موجود في هذا المكان، وإن البعض شاف المسيح الدجال مقيد في مثلث برمودا، وإنه نتيجة وجوده هناك أي حد بيقرب من المنطقة بيختفي تماما. إنما يبقى هذا الكلام أيضا خارج نطاق العلم، وأيضا هو كلام غير مدعوم دينيا. ثلاثة، البعض بيقول قارة أطلانتس الغارقة، في تصور إن كان في قارة زمان غرقت كلها، مش جزيرة وغرقت، إنما قارة بكاملها غرقت. في كلام بقى إن القارة دي غرقانة تحت مثلث برمودا، لكن الناس دول كأنهم تحولوا إلى برمائيين، في ناس عايشين تحت المية في قارة أطلانتس الغارقة، واللي قرب منهم بيتم اصطياد السفن أو الطائرات اللي تخش في المكان اللي تحتيه القارة الغارقة أطلانتس، لكن أيضا هذا الكلام لا يزال خارج نطاق العلم. 4، الكائنات الفضائية. الكائنات الفضائية موجودة في هذا المكان طبقا لنظريات الكائنات الفضائية، وهي اللي بتخطف الطائرات أو السفن، بتروح فيها فين ما نعرفش، إنما في كلام إن مخلوقات فضائية موجودة في مثلث برمودا. 5، آلة الزمن. كل دي نظريات غير علمية إنما شائعة. آلة الزمن إن أنت بدل ما تتقدم في العمر، عندك 20 سنة تبقى 30 تبقى 40 تبقى 50، لأ عندك 20 يبقى 15 تبقى 10 تبقى 7 ترجع طفل، الزمن يرجع بيك لورا زي آلة الزمن. في تفسير إن المثلث ده في آلة الزمن بترجع لورا زمنا، طب بتروح فين؟ مش عارفين. في البعض بيقول الزمكان، اللي هو الزمان والمكان معا، بتبقى خارج الاثنين، فتبقى خارج الزمان وخارج المكان، فين يعني؟ مش عارفين. إذن في نظريات كتيرة جدا لكنها غير علمية كلها بتقول الكلام اللي احنا قلناه، إن ده بيت الشيطان أو المسيح الدجال مقيد في هذا المكان، أو قارة أطلانتس الغارقة تحت هذا المثلث، أو الكائنات الفضائية بتخطف الطيارات والبشر والسفن، أو آلة الزمن اللي يخش يرجع إلى الخلف طبقا لنظرية عودة الزمن إلى الوراء. دي نظريات غير العلمية. النظريات العلمية، نمرة 1، طيار الخليج المرعب. في طيار خليج قوي جدا، ده تفسير بقى مائي متعلق بحركة المياه والأمواج، وممكن ترتفع الأمواج مئات الأمتار، فممكن تغرق الطائرات في لحظة واحدة في هذا المكان. ده تفسير مفيش سند قوي ليه، إنما تفسير داخل نطاق العلم. 2، القوة المغناطيسية. في تفسير علمي إن ممكن يكون القوة المغناطيسية في هذا المكان أعلى من أماكن أخرى، وإن البوصلة هناك بتختلف تماما، وبالتالي ممكن السفن تمشي على غير هدى، والقطب المغناطيسي بينحرف تماما في هذا المكان. في تفسير بقى الأقوى والأهم، اللي هو بقى هذه الأيام منذ أسبوع موجود في صحف العالم، اللي ممكن نسميه إحنا قنابل الميثان. التفسير ده إن في حفر عميقة داخل تحت مثلث برمودا، يعني تحت في المية في حفر عميقة جدا، بيصل عمق الحفرة من قاع المحيط لقاع القاع 45 متر، وفي حفر 800 متر تقريبا، فالسفن لما بتعدي في هذا المكان في غاز الميثان، غاز الميثان بيختلط بالمية اللي موجودة، فتبقى المية كثافتها قليلة جدا، لما الكثافة تقل جدا ده معناه المية تبقى خفيفة جدا، فطبيعي تغرق السفن، أو
فقاعة ميثان زي أي فقاعة بس فقاعة عملاقة. فالسفينة تخش داخل الفقاعة تنفجر فقاعة الميثان، المياه تطبق على السفينة من كل جهة تغرقها في لحظة واحدة. جامعة مهمة جدا في النرويج اسمها جامعة القطب الشمالي عملت دراسة علمية صدرت سبتمبر 2016. هذه الدراسة بتقول إن غاز الميثان والحفر اللي موجودة والعمق بتاعها هو السبب الرئيسي في ظاهرة سقوط الطائرات وسقوط السفن في مثلث برمودا. في كل الأحوال هذا المثلث كان حديث العالم والعلم وسوف يظل لسنين طويلة قادمة موضع بحث الجميع. ماذا في هذا المثلث المرعب، مثلث برمودا أو مثلث الشيطان؟